يكل يهاجم الجميع ونيهاما يركز على خططه وبابلا يقدم نفسه كبديل. إيطاليا تقاضي النمسا رسمياً بسبب إجراءات عبور الشاحنات. النمسا تستمر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد. انخفاض عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية في العام 2023. وزارة الداخلية تنشئ مركزاً للأمن العام يضم 7 وحدات مركزية. النمسا تطلق رخصة المركبة الرقمية بعد رخصة القيادة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أظهر أربعاء الرماد أن الانتخابات القادمة ستكون ذات منافسة حامية بين الأحزاب الرئيسية، وذلك بعد معركة خطابية حامية بين زعماء الأحزاب الرئيسية. وهاجم كيكل الحكومة بشدة وركز على الهجرة والسياسة الخارجية والأمن، فيما ركز نيهاما على خطته لمعالجة التحديات الاقتصادية والهجرة ودعا إلى الوحدة الوطنية. أما بابلا وعد بإعادة بناء دولة الرفاه وركز على قضايا الطبقة العاملة، ويرجح أن يكون كيكل ونيهاما هما المرشحان الرئيسيان لمنصب المستشار، بينما يسعى بابلا إلى إعادة إحياء الحزب الاشتراكي. رفعت إيطاليا دعوى ضد النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية متهمة إياها بانتهاك حرية حركة السلع عبر إجراءات مكافحة عبور الشاحنات في تيرول. وتشمل إجراءات تيرول نظام حصص وحظر القيادة في عطلات نهاية الأسبوع وفترات الليل، وترى إيطاليا أن ذلك يعيق التجارة، ودافع حاكم تيرول عن هذه الإجراءات مؤكداً على ضرورة حماية صحة وبيئة السكان، مشيراً إلى تضرر البنية التحتية من كثرة عبور الشاحنات. ولدى المفوضية الأوروبية 3 أشهر لاتخاذ قرار، وإذا لم تتخذ أي إجراء يمكن لإيطاليا مقاضاة النمسا مباشرةً. في ضوء إعادة تطبيع النمسا العلاقات ولو شكلياً مع نظام الأسد، يستمر سفير النمسا بدمشق بيتر كرويتس بزيارات دورية للعديد من مؤسسات النظام. وحسب إعلام النظام، ناقشت رئيسة شؤون الأسرة والسكان مع السفير سبل تعزيز التعاون في ملفات الإنسانية الهامة والتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم الأسرة للتعافي من آثار الحرب. وأشار كرويتس إلى استعداد النمسا لتقديم الدعم الممكن للارتقاء بالواقع. يذكر أن النمسا تعتبر معظم مناطق سوريا آمنة، وبالتالي ترفض منح اللجوء في العديد من الأحيان. انخفض عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية النمساوية في عام 2023 بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2022 ليصل إلى 19939 شخصاً. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عدد حالات تجنيس ضحايا النازية وأحفادهم بنسبة 17.7%. وعلى الرغم من الانخفاض العام، لوحظت زيادة بنسبة 9.2% في حالات تجنيس الأشخاص الذين يقيمون في النمسا مقارنة بعام 2022. وكان أكثر من 3/4 حالات التجنيس بسبب الحق القانوني، وكانت الدول الأربع الرئيسية هي سوريا وتركيا والبوسنة والهرسك وأفغانستان. وافقت الحكومة النمساوية على إنشاء مركز جديد للأمن العام في الحي 12 من فيينا، يضم وحدات كبيرة مثل مديرية أمن الدولة ووكالات الاستخبارات والمكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية. وسيضم المركز أيضا المكتب الفيدرالي للوقاية من الفساد ومكافحته، ومديرية الخدمات الرقمية ووحدة كبرى فيينا ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، ويستغرق التنفيذ من 6 إلى 7 سنوات، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة وفاعلية العمل وتوفير بيئة عمل حديثة ومناسبة وتوفير روضة لأطفال الموظفين. أطلقت النمسا رخصة المركبة الرقمية ضمن مبادرتها للتحول الرقمي، وذلك بعد إتاحة رخصة القيادة الرقمية. وقام 560 ألف شخصاً بتفعيل رخصة القيادة الرقمية، والتي تعد جزءاً من الهوية النمساوية الرقمية، وتهدف إلى تسهيل عمليات تفتيش المرور ومشاركة رخصة المركبة مع مستخدمين آخرين. وتتطلب الرخصة تحديث التطبيق إلى الإصدار الكامل وامتلاك مركبة مسجلة في النمسا،
وفي نفس الوقت سيتم توزيع أجهزة جديدة على الشرطة النمساوية لمواكبة التطور. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.